بحضراتكم مرة تانية في البيت الكبير. النهاردة معنا واحدة من النجمات المتألقات في الرياضة، سواء المصرية أو العربية أو الإفريقية، السباحة الدكتورة رانيا عمر مصطفى علواني، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي وعضو مجلس النواب المصري، سباحة أولمبية صاحبة أرقام قياسية، بدأت من النادي الأهلي لحد ما وصلت للعالمية، منحت مصر أول ميدالية ذهبية في كأس العالم للسباحة بمدينة شيفيلد الإنجليزية عام 95، وكان طبعا مشوارها حافل بأرقام قياسية عظيمة، 3 مشاركات في الدورات الأولمبية، برشلونة 92، أتلانتا 96، وسيدني 2000، الأرقام بتتحدث عن نفسها الحقيقة. هي كمان يعني مضيئة جدا وواضحة كالشمس في مجلس إدارة النادي الأهلي.